دكتور احمد، النهارده عندنا اولا برحب بيك، ولكن اعتقد عندنا ارقام كتيره جدا. طبعا يعني في البدايه مهمه جدا. طبعا في البدايه مبروك لمنتخب مصر التاهل للدور نص النهائي من البطوله، اداء ممتاز جدا، شخصيه فريق كويس جدا، ان انت تكون متاخر ب2-1 وترجع تعمل كومباك، ده شخصيه فريق بطل، شخصيه كويسه جدا. شخصيه البطل كمان، يمكن احنا رحنا بالمحاولات 26 محاوله على المرمى، رقم كبير جدا. 26 محاوله والاستحواذ 59%، يعني برضو استحواذ وكورة وأداء ومحاولات كتير على المرمى. شخصية البطل ديت بتتجسد في شخصية القائد الموجود اللي هو رمضان صبحي، بابا نويل الكرة المصرية. بصراحة لعيب عظيم جدا جدا، شخصيته كمان يعني شخصية لاعب كبير جدا. لو بصينا على أرقامه، هو رجل المباراة بكل التأكيد، يعني أرقامه عالية جدا. النهاردة رمضان لعب 90 دقيقة، سجل هدف وصنع هدف، عامل كام مراوغه ناجحه؟ 10 مراوغات ناجحه، 10 مراوغات ناجحه. 10 بس كل اللي شفناه ده 10؟ 10 رقم كبير جدا. 10 ما فيش لعيب بيوصل اصلا بيعدي 5 6 في الماتش. 10 مراوغات ناجحه، اكتر لاعب صانع فرص في المباراه، عامل 6 فرص. تاني اكتر لاعب عامل عرضيات، 12 عرضيه منهم 7 صح. المحاولات على المرمى بتاعت رمضان 2 بنسبه دقه 100%، يعني نسبه محاولات رمضان الاثنين صح، الاثنين ما بين الثلاث خشبات. المفاجأة كمان إن عدد التمريرات بتاعه 30، ال 30 تمريرة صح 100%، نسبة دقة التمريرات بتاعت رمضان. إذا نسبة دقة المحاولات 100%، نسبة دقة التمريرات 100%. تاني أكتر لاعب عامل عرضيات، أكتر لاعب عامل مراوغات ناجحة، أكتر لاعب صانع فرص، مسجل هدف، صانع هدف، يستحق بكل تأكيد جائزة المباراة. بنشوفه بيقوم بالدور الدفاعي بصورة مثالية، عامل جبهة يسرى، يمكن دي استلامه لجائزة المباراة، جائزة أحسن لاعب في المباراة، يمكن عامل جبهة يسرى قوية جدا جدا جدا. وهو على فكرة سر من أسرار ظهور أحمد أبو الفتوح في البطولة بالشكل ده، إن يبقى معاك جناح تقيل زي رمضان صبحي. النهاردة لاعيبة منتخب غانا كانت خايفين يدخلوا على رمضان في آخر المباراة، كانوا بتحس إن هم خايفين فعلا، وفي لعيب كمان طلع الكورة كده لما شافه جاي عليه،